سير احنا جماعه عم نشتغل يعني على البلاستيك، على المكبات، على كل شيء، يعني بنجمع النايلون، بنجمع البلاستيك، النايلون الشفاف، خنك الالمنيوم، البيبسي، كل شيء. بنرجع بنشحنه بالبواخر لبرا، اكثر شيء لتركيا. بالعكس انه تشتغل عادي، بس اوقات بيجي حدا انه يستسخر منك، يعني يستصغرك انه عم تنبش بزباله او هيك شيء، ويصير بيطلع بيك تطلعات يعني يستحقرك بالموضوع. بس هي مصلحة المكبات، تنبيش على الزبالة وكذا، من شيء 4 سنين يعني من صارت الأزمة وكذا، بقى المكبات أحسن شيء. أنا والله بيجي من الساعة 2 لـ 12 للوحدة حسب. صار لي شيء 2 سنين، لما بلشت كان عمري 13. بيعن بصبرة، باخذن على صبرة، بعزلن الصحة لحال، الأناني، البلاستيك لحال، وببيعن. وبقية البضاعة كمان اللي بلموا من الحارات ومن المزابل، اللي بيشتروا من البيوت ومن الحارات ومن الزبالة، يعني بيطلع نفايات من البيوت كمان، ببيع على تاجر أكبر منه شوي، صاحب محل، صاحب المحل ببيعها يمكن لإلنا أو لتاجر أوطى مننا كمان، برجع بيجيب لنا إياها هيديك، بجمعها وببيعها، بجيبها بالجملة. مجرد ما اجت البلدية ممنوع، احمل أغراضك وفل. اليوم البلدية قتلتني نوبتي، شلحوني بضاعة، قالوا لي إذا بنشوفك هون بنكسرك. ما رجعت، قلت بشتغل والكاتب الله بيصير. وهون البلدية تاخذ لي البضاعة وتضربني، بشتري لي تياب والأهل تياب، دزن لسورية، وأنا تيابي هون بلبسه. أنا عايش مع عمي، أهلي بسوريا، أنا بس لحال بالبيت بشتغل. هلا بارو، هلا بارو. تنباع حسب، يعني احنا بنلمهم ناخذهم كلهم ضمن كيس واحد، وبالبورة بنعرف صاحب البورة الزلمة انه احنا بيشتري منا باللبناني وبيع بالدولار، يعني احنا ما بنعرف قديش ببيع وقديش، يعني هو عنده محامل، عنده فرامات، عنده شيء، عنده كذا، ما بنعرف كيف بياخذ، ممكن هي بتستاهل اكثر ما بنبيعها. طن الالمنيوم اليوم شيء 2300، هلا منبيع نحن زوايا سعر قريب منا، بس الالمنيوم الثانيه عده انواع، مثلا البيبسي منبيعها بشي دولار وشوي، كيلو ايه بشي دولار وشوي، فالطن قديش بيطلع؟ شي 1000 و1300 دولار. هلا في عده انواع بلاستيك، في بلاستيك بلاستيك الخزانات، المي، شي 400 دولار بيسوى هيدا احسن شيء. عم بطلع على نحاس اصفر وستلستين، وهيدا نحاس اصفر من بين الحديد، خرده يعني. وفي عنا جديده، صغله جديده اجت يعني من على الخرده، اللي هي الالكترونيك سكراب، البورد تاع الكمبيوتر القديم كانوا يحطوا فيه ذهب وبلاتين وفضه اكثر، كان اغلى، هلا صار ارخص كمان، نشتغل فيها هيدا يعني، حتى بيوصل الكيلو منه للبورد شي 25 دولار الكيلو بسوا. ايه في دول، بلجيكا اكثر شيء نمبر 1 هو بياخذ من لبنان. والله المصلحه يعني الحمد لله، بس ما توفي معنا. والله قبل من سنتين كان توفي الشغل هيدا، كان يوفي، بس هلا ما عاد يوفي. Cafe, you know what?